تتوزع فرق الكرة الحديدية في ليالي شهر رمضان الكريم في ساحات العاصمة نواكشوط وباقي مدن الداخل. الجميع يمارس هذه الرياضة لا فرق بين اللاعبين حين يتعلق الأمر بفارق العمر. اللاعب الشاب الثلاثيني قد يواجه اللاعب الستيني وأحياناً السبعيني، ففي عالم الكرة الحديدية قد يقبض الشاب يده على الموهبة وقد يخسر الشيخ رغم عامل الخبرة، فهي رياضة تستهوي الجميع. رياضة فئات تمارسها الفئات كاملة، الفئات السنية تمارسها الناس الكبار، تمارسها الناس المتوسطة متوسطة العمر، وتمارسها الشباب والأطفال، حتى الأطفال يمارسوها، وهذا تجبرهم كاملين يمارسوها في بلد واحد. حتى النساء أيضا يشاركنا في بعض الأحيان في هذه ممارسة هذه الرياضة شهريا، على العادة تخرج شهريا مسابقات تعد فيها جوائز محترمة، مليونين ملوغية تقريبا كل مسابقة. أكثر الرياضات الوطنية تمثيلا لموريتانيا من خلال المشاركات الدولية في مختلف البطولات القارية، وفي كل وقت هناك مسابقة أو بطولة محلية في العاصمة نواكشوط أو في باقي مدن الداخل. هذا اللاعب هو أقدم لاعبي هذه الساحة، فقد حمل أول كرة حديدية في يده فترة الثمانينيات، ويعتبر هذه الرياضة هي كل شيء بالنسبة له. أنا مارس الرياضة من 86، عقاب هي لبداية 87، لذلك الحمد لله واحدة قريب من 40 سنة مارسها. تقريبا تقول من عد ما عندي عمل ذاك ومستعجل، تقبض من وقتي دائما للنهار 30-40% من وقتي، اللي هو حال أغلبية لاعبينها، إلا من عد واحد منهم ما عنده شيء معدل، لا يرجع وعد أصحابه، يقعد يتمي كارل البول تراي فيه، إلى عقاب اللي منين عد ما هم هذه الحالة اللي طارئة في كوفيد، لكوفر الفول، وشد وقتنا ننزلوها، نص النهار كادنا نلعبوا فيها، ونلعبوها في ويكند، والويكند نلعبوها في النهار عين مع الصباح، مع الصباح إلى الليل. كانت لعبة محدودين لاعبينها في الثمانينات والتسعينات، ومن عقب 2000 كثر نشاط فيها، عاد تلعبها الناس كامل الكبار والوسط والصغار، راك يتجاوزوا لاعبينها اللي مرخصين اللي عندهم مثلا اللي يقول لها ليسانس قريب من 2000. من العاشرة ليلا حتى الساعة الرابعة فجرا طيلة أيام شهر رمضان الكريم، في كل نقطة من موريتانيا توجد فرق تمارس هذه الرياضة، تختلف أعمارهم ومواهبهم، لكن الهدف دائما واحد، من يقترب من الهدف أكثر. لكن ربما يغيب على غالبية متابعي الرياضات الوطنية بأنها الرياضة الوحيدة التي جلبت إلى موريتانيا الميداليات الذهبية حين يتعلق الأمر بالبطولة الإفريقية، والميداليات البرونزية حين يتعلق الأمر ببطولة كأس العالم. حمود عمر، شبكة الرؤية، نواكشوط.